اوكي، خلينا ناخد الخبر اللي بعده، وده من حساب الاهرام على تويتر، واللي بيتكلموا على ان مدرب منتخب مصر يسخر من حكم مباراه السنغال. هنا بيقولوا على روجير ديسا المدرب المساعد ل مستر كارلوس كيروش، واللي قال ان الحكم الكونغولي جان جاك نادالا الذي ادار مباراه الفراعنه امام السنغال بالامس يعني عامل زي ايه، قال زي علبه الشوكولاته هتطلع حلوه او تطلع وحشه يعني. ف للاسف امبارح كان في كارثه تحكيميه، فضيحه لما يبقى لعيب في السنغال واخد انذار وبعد كده يعمل تدخل يستحق عليه الانذار التاني عشان يطرد، والاكتر من كده ان الحكم فعلا يطلع الانذار ولما ياخد باله ان هو ده اللعيب اللي خد الانذار الاولاني فيروح مرجع الانذار تاني في جيبه. فهي دي قاره افريقيا للاسف يعني، هي هو ده التحكيم في افريقيا. مش عارف امتى هيتطور يا عم، انت خايف من ايه؟ ما تطلع الطرد، مش يستحق طرد؟ طالما يستحق يبقى اهي شايفين البطاقه الصفراء في ايده، اهي الكارت الاصفر في ايده. فبصراحه الحكم كان غريب جدا جدا، بالتحديد في القرار ده، تحديد في اللعبه دي. طب انت كده يعني طرد زي ده ممكن يرجح كفتنا بشكل اكبر، سواء في مباراه امبارح كان في دقيقه حاجه و60 تقريبا الكارت ده اللي كان المفروض ياخده اللاعب السنغال، وكمان ممكن يرجح كفتنا ان لاعب زي ده يغيب عن مباراه الاياب. فللاسف التحكيم سيء كالعاده يعني، مفيش جديد.